عايز، انا فاضل لي دقيقتين بالظبط، فانا هقول لك تتفق او تختلف، هتجاوب بكلمه واحده، اتفق او اختلف. اتفق طب. ولكن بعد الفاصل. ولا لا، انا يعني قدامي دقيقتين وهختم الجزء ده عشان اخد بعد كده الدكتور طبعا طارق سليمان. هقول لك تقول اتفق او لا، او لا اتفق. اتحاد الكره كان محقا بمنع المدرب المستقيل من العمل في نفس الموسم للسيطره على كثره انتقالات المدربين. اتفق ولا تختلف؟ لا لا اتفق. تختلف. اختلف. تختلف. اخطات برحيلك عن حرس حدود الموسم الماضي للتدريب المصري ثم عودتك مره اخرى للحرس. لا انا طبعا استاذنت. قول كلمه. اتفق ولا اختلف؟ لا اختلف. تختلف. موسيماني اقل من امكانيات الاهلي. كلمه واحده. اختلف. تختلف. المدربون الاجانب لم يفيدوا الكره المصريه في السنوات الاخيره. اتفق. نتائج بيراميدز تتناسب مع ظروف، لا تتناسب مع ظروف الفريق. اتفق. يعني المفروض يبقى افضل من كده. افضل من كده طبعا. موسيماني ظلم بواليا حينما دفع بها اساسيا فور تعاقده مع الاهلي. اتفق. الفرق كبير بين مهاجم الاهلي محمد شريف واي مهاجم اخر في الدوري. مش كبير قوي يعني. بس كهربا لم يقدم المنتظر منه للاهلي. اتفق. موسيماني اخطا بعدم منح الفرصه لحارسه علي لطفي بعد مباراه الزمالك وتالقه. اتفق بشده. اتحاد الكره ظلم الانديه بضغط الدوري واللعب كل 3 ايام. يعني اختلف لان ده سيستم اتحط. اختلف. وكلاء اللاعبين يتحكمون في سوق المدربين. اتفق. السوشيال ميديا تلعب دور كبير في قرارات الانديه. اتفق. تعاقد اتحاد الكره مع فنجاده سيفيد الكره المصريه. اتمنى. دي جديده. الزمالك اخطا باقاله باتشيكو. اتفق. اتفق. كابتن طارق شرفت ونورت، سعداء بيك، واتمنى لك ان شاء الله في القريب العاجل تتالق مع فرقه وتعيد امجاد حرس الحدود ان شاء الله. ان شاء الله.